وبما ان هما قرروا يعملوا ارض زيكولا، فانا قررت ان انا احكي لكم الحكايه بتاعت ارض زيكولا. ارض زيكولا روايه بدات في قريه من قرى مصر، اللي البطل ولد اسمه خالد حسني، ده خريج بكالوريوس تجاره وبيشتغل يعني مدير حسابات في وكاله. طبعا ده كلام فاضي وبيقول كده لجده، لكن هو كمان شيال في المكان عشان يوفروا اجره شيال يعني في اوقات فراغه مفيش حاجه، هو شايف ان ده كويس بدل ما يروح جيم يعني. دي رقم واحد. جده راجل عنده 80 سنه وهو اللي مربيه، وهو يتيم الاب والام، ما عندوش حد يصرف عليه، وبالتالي هو بيصرف على نفسه، هو اللي علم نفسه مكافح. ولكن هو كان نفسه يعرف والده ووالدته راحوا فين، ما هم ما حدش قاله حتى ان هم اتوفوا، لا ما حدش عرفه التفاصيل دي كلها. فهو كان بيحب بنت اسمها منى، وهي كانت زميلته في الكليه، بس ابوها اوبا شويه راجل عالي يعني. فكل سنه يروح يتقدم لها، 7 مرات، وكل مره هي بترفضه، مش هي باباها يعني بيرفضه، مش عشان حاجه، بس هو عايز واحد ياخد بنته يكون عمل انجاز طبعا في الهجس يعني، بس اتس اوكي مفيش حد بيعمل انجاز. خالد لما قعد مع جده وهو حزين بالموضوع ده، فجده حكى. المهم من النهايه ان هو اتسحل في يعني القصه كلها، ان هو هيروح حاجه اسمها سرداب افروديت، والسرداب ده اللي عرفه له واحد صاحب جده، ده هيقول لك ده صلاح عبد الله اللي هيعمل صاحب جده، خد بالك في الفيلم، وبيقول لك رشون توفيق هيعمل جده. الكتاب دوت فيه 10 صفحات بس منه، طب فين بقيه الكتاب؟ قال له انت هتلاقي بقيه الكتاب فين يا غالي، في ايه لما تروح لما تخش السرداب. وقالوا ان السرداب حاجه والنفق حاجه تانية، وكل اللي دخلوا النفق ماتوا، لان النفق له دخله ايه واحده، انما السرداب رايح جاي. قالوا السرداب ده هيدخلك للارض ديت، وده هيبقى انجاز في حياتك، وعشان تتجوز منى وكده. فتمام عدوها مش مشكله، احنا عديتوا حاجات كده جت عد مش مشكله. المهم ان هو دخل السرداب وشاف اهوال هناك وقصص وروايات وحكايات ما في الخيال كله، وشاف هياكل عظميه وناس، بس اوكي. المهم ان هو دخل ارض زيكولا. ارض زيكولا هناك بيتعاملوا بالذكاء، هو ما كانش يعرف المعلومه دي، فكان جعان وعطشان وهدومه متقطعه والكشاف بتاعه راح منه وحاجته. وبالمناسبه هو قابل 2 هربانين من ارض زيكولا، فقراء، وهم كانوا جعانين، فبيقول معاك حاجه تتاكل، فقال له معيش اكل بس معايا فلوس، اديله 10 جنيه كلها. فاستغرب انت كلت الفلوس دي؟ قال له هي الفلوس بتعمل بيها ايه يعني، بناكل فلوس طبعا كان يعني. فهو لما دخل هناك كان جعان، فدخل مطعم قالوا له قدموا له لحم وعيش، وقالوا له مرحبا ايها الغني. فهو بصراحه حس ان هو في حاجه غلط. بعد كده دخل محل ملابس، لقى لبس، قالوا له برضه مرحبا ايها الغني مفيش مشكله. وبعد كده بقى تستغرب يا مؤمن ان هو قعد بقى في مكان كده على الرايق، وهناك اتعرف على صديقه يامن، ويامن ده هيبدا يفتح له الدنيا عشان يفهمه اللغه بتاعت ارض زيكولا، قريبه من اللغه العربيه بس مش عربي قوي، بس الغريب انه خالد فاهم الكلام. المهم ان هو هيبدا يعيش هناك ويعاني، لانه شايف ان هم بيتعاملوا بوحدات ذكاء، يعني ايه يعني ياخد من اوبش. المهم مش لاقي شغل فاشتغل، قال لك مش هتعرف تطلع من المكان ده غير بعد سنه، لما البوابات بتتفتح يوم واحد بس في السنة اللي هو يوم زيكولا، ويوم زيكولا ده بياخدوا واحد أفقر واحد هناك، وده فقر في الذكاء، ومين اللي بيحدد الكلام ده؟ الدكتورة أسيل. وبدأ إن هو يمشي مع يامن ويدور على شغل، ويامن قال له ده عندي شغل، إيه الشغل هيكسر إيه؟ هيكسر حجر، قال لك مش مشكلة ما أنا كنت شيال في. فالمهم اشتغل في تكسير الحجارة، وبدأ إن هو يواجه شوية مشاكل زي البلطجية اللي بياخدوا منه كل يوم 2 وحدات ذكاء، وإن المهم قصص. لحد ما هيقرر ان هو يتحدى كل الناس دي، وان هو ما يدفعش حاجه للبلطجيه دول عشان يحتفظ بال2 وحدات ذكاء هو وزمايله. تعرف على اسيل ان هي كانت راكبه العربه بتاعتها، وبالمناسبه برضه وسائل المواصلات هناك هي الحصان، فاسيل خبطت فيه بالحصان بتاعها واتاسفت له وعدى الموضوع، بس لفت نظره جمالها الفتاك. وبعد كده راح عند البحيره، كان في عيل هيغرق، انقذ الولد، طب خد فلوس، طب خد مقابل، قال له مش عايز منكم حاجه. فطبعا ده لفت نظر اسيل، خيش في دماغها شويه، فتعاملت معاه وكلمته عجبها، بس وقالت له انها هتشوفه بعد كده وهتقابله في المكان دوت، كان كل يوم بيروح ما كانش بيلاقيه. لحد ما في يوم اتقابلوا برضه على الايه؟ على البحيره. المهم لاف ستوري جامده مع اسيل وخالد، وبعد كده هو عايز يخرج من البوابه. طب هو بيدور على الكتاب، هو لان هو بشكل او باخر اكتشف ان ابوه مات هو ومامته في
في ارض زيكولا. بالمناسبه ارض زيكولا المباني هناك ما بتزيدش عن 3 ادوار، والناس هناك عايشه حياتها بس بتشتغل بجد عشان تقدر تعيش بس. ويوم الاحتفال بتاعه، المهم انه كل اللي احنا بنقوله ده تمام زي الفل لحد ما لقى الكتاب ودفع في الكتاب 500 وحده زكاه. دي اثرت عليه جدا. المهم في النهايه لما قرا الكتاب مليان ايه احاجي، مليان حكايات يعني هبل مش فاهم اللي بيحصل. المهم ان كان في حته في الكتاب هتوصل عند راس في المثلث بتاع، اتضح بقى ان البوابه اللي هو نفسه يخشها ديت يوم زكولة لا ده هو في مكان تاني، وفقد وحدات ذكاء كتير. من الاخر راح انتوا مليتوا، اللي زهق تمام اللي ما زهقش كمل معاه. اتقبض عليه عشان هو اقل واحد في الوحدات الذكاء وفقران خالص طبعا، لانه بس هو كان بيحفر نفق عشان يعدي، وقصه طبعا. وفي النهايه اسيل اشترت منه قبله ب 200 وحده ذكاء عشان تنقذه من الذبح، ان هو يتقتل. وخلاص بقى عايش تمام فل شبه النهاره. بس ما لقاش اسيل، مشيت بعد ما عرفنا بيحبها وكل حاجه، وقالت له لما تعوز تفتكرني بص على نجمة في السماء بتلمع هتلاقيني هنا انا هو. فالمهم المهم ان هو في النهاية رجع ايه، رجع بلده. كان بيحسب ان منى اتجوزت، طلعت ما اتجوزتش ولا حاجة، مستنياه هتروح فين اصلا وحد بيبص لها. فالمهم راح لابوها بقى، ابوها خلاص جاب اخره فرضى ان هو يجوزهم. ويوم الفرح بيبص مش بيفتح البلكونة عشان الدنيا ساقعة، الدنيا قصدي حر. فبص لقى كلها يا منى، فده هيبقى الجزء التاني، ملناش دعوة بيك فعلا ان احنا شفنا الجزء الاول بس خلاص.